الأخت أم عبد الله، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أختنا، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. الله يجزيكم بالخير، بارك الله فيكم. هذه الليلة ليلة البشائر المغربية، ما شاء الله تبارك الرحمن. تعود إن شاء الله تعالى، تعود الله تعالى الهداية، تعود المغرب إلى أحضان آل محمد عليهم السلام. إذا ممكن يكون في تعديل شوية للصوت لأني ما أسمع بوضوح. طيب أخ المخرج، إذا شوية تعديل للصوت بارك الله بك. تفضلي أختنا، حدثينا عن طريقك إلى التشيع على ما الأخوان يعدلون الصوت، تفضلي. والله الحمد لله والشكر لله الذي هداني إلى طريق محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم وظالميهم من الأولين والآخرين إلى يوم الدين. اللهم يعني قصتي في التشيع أحب أن لا أحكيها كلها، لأن يعني فيها بعض التفاصيل قد يعني قد أعرف بها، ولا أريد يعني حاليا أن أعرف بها، لأني والحمد لله من الشخصيات الجد جد جد ناجحة، والحمد لله يعني كنت متذبذبة في نجاحي في حياتي الشخصية، لكني والحمد لله بعد أن أركبني الله عز وجل سفينة الحسين عليه الصلاة والسلام صرت من يعني من الشخصيات النموذجية في المجتمع. لكن سأحدثكم، أنا تشيعت يعني تقريبا 10 سنوات، لكن ما كنت أعرف في ذلك الحين مجرد بعض الأدعية وال يعني القليل من المعلومات، أن هناك اختلاف، أن هذا التشيع نشأ عن اختلاف سياسي أو مثل هذه الأمور يعني المشاعة. لكن يعني ما أحب أن أركز عليه أنني والحمد لله قد اكتملت هدايتي. كنت أظن نفسي كما يسمى أمثالي في بعض القنوات وبعض المواقع من المستنصرين، لكني تيقنت الآن أني من المهتدين المؤمنين بعد أن تعرفت على قناتكم المباركة، والتي يعني احتجت إلى تقريبا إلى 7 سنوات أو 8 سنوات لأصل إليكم. تسمعونني؟ نعم أختنا نعم. لكن أود يعني أن أشكر حضرة الشيخ الكريم، وأود أن أشكركم جميعا على مجهوداتكم، وأود أن أشهد الله وأشهدكم وكفى بالله شهيدا، ومن بعده أشهدكم وأشهد السامعين من الخلق أجمعين أني لن ولن أسامح من يسمون أنفسهم بعلماء السنة على التضليل الذي مارسوه في حقنا، في حق هذه الأمة التعيسة، وخصوصا من يسمون أنفسهم بالإسلاميين المعتدلين، لما حروا به أنفسهم من ادعاء العقلانية والوسطية والعقل ويعني هداية الناس إلى الخير، والعقل والحق منهم براء. ألا وإنهم هم الذين وصفهم الله بالذين حبطت أعمالهم وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وبعد أيها الشيخ الكريم، أحمد الله تعالى وله الحمد والمنة أن أركبني سفينة النجاة مع المؤمنين على أيدي المؤمنين الذين لم يلتزموا السكوت ولم يعملوا بالتقية، لأن لا يمكن للحق أن يبلش إلا بقول الحقيقة كاملة، فليس في هذا الكون إسلامان، في الكون إسلام واحد فقط، إسلام محمد وعلي وفاطمة مولاتي فاطمة والحسن والحسين والأئمة المعصومين من بعدهم عليهم صلوات الله أجمعين على سيدنا محمد وعليهم الصلاة والسلام. وقد تبدلت كل أفكاري، وإني لا أحتاج إلى أيام عديدة لأصف لكم كيف تبدلت أيامي إلى أحسن حال. لقد تبدلت أفكاري وقناعاتي عن الله وعن الكون وعن الخلق، فلعن الله من فرخ الخزعبلات وجعلها لنا دينا يدينون به ويستحقرون به عقولنا ويستحقرون به عقول الأمة. بسم الله، والله منهم بريء، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، ولكن الله جعل الغلبة للحق، فالحمد لله وشكرا لكم وللمؤمنين الغير الصامتين الذين يسعقون عقولنا بالحقيقة المرة، لكنها حقيقة تصدر، فإن وافقت عقلا
يقبل الهداية فسيهتدي، وإن لم توافق عقلا يقبل الهداية الآن فربما بعد حين. لكن أشكركم وأشكركم وأشكركم في الأول والآخر. طيب الله أنفاسكم. تفضل أختنا. شكر الله لكم. تفضل أختنا. أود أن أعلن تشيع إن أمكن، لقد سبق أن أعلنته عبر أوديو في الواتساب لكن أحب أن أعلنه مرة أخرى. حبا وكرامة، حياكم الله أختنا. إذا كنتم مستعدين لإعلان التشيع أختنا. نعم أنا مستعدة. نعم تفضل شيخ معكم. تفضل شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخكم. بارك الله بك أختنا الكريمة، ولقد كانت كلماتك مؤثرة جدا وتنبئ عن فحص دقيق. أنت تقولين أنك تابعت لمدة 7 سنوات تقريبا، وهذا يدل على أنك بحثت كثيرا وتقصيت كثيرا إلى أن وصلت إلى هذا الحق. هنيئا لك أختنا الكريمة، ونسأل الله تعالى أن يثبتك على هذا الإيمان وعلى هذا الهدى. يا رب يا رب يا ربي. إذا ممكن شيخنا أسألك أن تدعو لي بالثبات على مذهب محمد وآل محمد وولاية علي عليه السلام إلى أن ألقى الله عليها وأحشر معهم عليها، وأن تدعو لي بالحفظ وبحفظ ابنتي وبتلك الأمور. جزاكم الله. إن شاء الله أدعو لك، الإخوة سيسجلون إن شاء الله أسماءكم، وإن شاء الله أدعو لكم كما أدعو لجميع من يوصينا بالدعاء، وأدعو لجميع المؤمنين والمؤمنات وخاصة أهل المغرب الذين لهم في قلوبنا معزة خاصة. أسأل الله أن يحييكم حياة محمد وآله، ويميتكم مماتهم، ويحشركم في زمرتهم، ويدخلكم الجنة بشفاعتهم إن شاء الله. يا الله يا الله بحق محمد. على بركة الله تعالى، قولي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأنه لا شبيه له ولا نظير. وأنه لا شبيه له ولا نظير. جل جلاله. جل جلاله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين. وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين. وسيد الخلق أجمعين. وسيد الخلق أجمعين. ومبرأ من كل عيب وشين. ومبرأ من كل عيب وشين. صلى الله عليه وآله. صلى الله عليه وآله. أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي الله. أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي الله. أشهد أن فاطمة الزهراء وأبناءها المعصومين حجج الله. صحيح. أشهد أن فاطمة الزهراء وأبناءها المعصومين حجج الله. أبرأ إلى الله. أبرأ إلى الله. من أبي بكر وعمر وعثمان. من أبي بكر وعمر وعثمان. وعائشة وحفصة. وعائشة وحفصة. وسائر أعداء أهل بيت رسول الله. وسائر أعداء أهل بيت رسول الله. أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان. أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان. وعائشة وحفصة. وعائشة وحفصة. في النار. في النار. صلوا على محمد وآله الأطهار. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم ولعن أعداؤهم. هنيئا لك أختنا الكريمة ركوبك سفينة النجاة وتصحيحك إسلامك، وأسأل الله تعالى أن يقر عينك بالجنة بصحبة محمد وآله الأطهار. يا الله يا الله يا الله يا الله. أود أن إذا أمكن أن أضيف جملتين أو ثلاث. ما أود أن أقوله إن أم هل تأذن لي؟ نعم تفضلي، القناة قناتكم. هذا صوت الرافضة في كل مكان. حفظكم الله. الإشارة التي أود أن أشيرها أن هذا الدين البكري دين أعرج، يعني أن بذرة فنائه فيه، حيث أنني والله العظيم منذ كنت صغيرة
ولدي عدة أسئلة في بالي، في تجري في نفسي. ثم بعد ذلك، بعد أن كنت أظن أنني اهتديت، التزمت بالدين البكري، ويعني دخلت يعني جمعيات كثيرة وحضرت محاضرات كثيرة، ولكن كثرة التساؤلات كانت تجعلني أحس أنني ربما منافقة، أنني مرائية، أنني يعني قلبي غير سليم، لأن التساؤلات من كثرة الاعوجاج الذي أجده في المفاهيم، وعدم يعني أن الأمور غير سليمة، تحس أن يعني وكأن بعض الأمور مقطوعة عنها النور، يعني لا تشتغل، لا تفهم كيف تشتغل. وحينما أطرح الأسئلة يقولون يا أختاه يعني دعيك من هذا، هذه مجرد وساوس شيطان، ولا تجد إجابة عن الأسئلة، ليست لديهم إجابات، إنما يقمعون كذبي، هذه مجرد نزغات شيطانية، استعيدي بالله وأكثري من ذكر الله، بل حتى ذلك الذكر ليس عندهم والله العظيم. يعني تبحث عن دعاء، لا تجد إلا دعاء النوم، دعاء دخول حاشاكم أعزكم الله، دعاء دخول المرحاض، دعاء لا أدري. وعندما تحتاج إلى أدعية ربك لا تجدها بتاتا، وذلك والحمد لله كان سبب هدايتي. وأشكر لكم مجددا وحفظكم الله ورعاكم. بارك الله بكم، حياكم الله أختنا، أهلا وسهلا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. السلام عليكم، حياكم الله، موفقين إن شاء الله. أخي المخرج، رحمة الله وبركاته. أنا عباراتها راقية وجميلة جدا. البكري أعرج وإصعق عقولنا، يعني وقالت بذرة بذرة يعني قالت كلمة هكذا، أنه يعني بذرة فشل الدين البكري فيه بهذا المعنى تقريبا. طيب، وهي يبدو منها ما شاء الله أنها مثقفة، مثقفة جدا ما شاء الله، لغتها سليمة، أي ما شاء الله، بارك الله بها.